مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم من هاي السلسلة رح ناخد الجزء رقم 12 واللي هو لو كادر. لو كادر اللي هي بمعنى الإطار أو إطار الشيء مثل اللوحة مثلا. نحن كنا أخذنا هاي السلسلة فيها سلسلة متتابعة على شكل حوارات فينا نقول بين شخصين أو أكثر ضمن قصة كبيرة. هاد بيسهل علينا نشوف كيف نحن بنستخدم الكلمات والجمل باللغة الفرنسية عن طريق الحوارات يعني فينا نقول الشغلات اللي بنشتغل عليها بحياتنا العملية اللي بتفيدنا بحياتنا العملية. مشان هيك إذا ما كنتوا حضرانين باقي الدروس بهي السلسلة رح أحط لكم رابطة بصندوق الوصف. هذا بيسهل عليكم تتبعوا السلسلة وتشوفوا الكلمات والجمل والفوكابيولير اللي عم نتعلمهم كل درس وكيف منصيغهم بقلب الجمل اللي عم ناخدها. إذا ما كنتوا مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا، وخلونا نبتدي بهذا الدرس مع بعض. بداية ومثل كل درس بهي السلسلة رح نبتدي مع الفوكابيولير اللي رح ناخدهم بهذا الدرس. كادر، لو كادر اللي هي قلنا الإطار بيكون بمعنى إطار اللوحة. فويون، فويون هي بتجي ببداية الحديث وبتستخدم بمعنى نظرا لأن. سامباسيانتي، سامباسيانتي نفس الصبر. انتيرون المقاطعات او اللي وقت شخص بيقاطع حدا تاني بالكلام. ومثل ملاحظنا الـ E M P T لفظناها O ف انترون اخر شي في نزال نطلع الصوت من انفنا. افانك من اجل او كي سو كونسنتر انوفو تركيز مرة اخرى. لا تاش المهمة. M'aider à يساعدني في. Décrocher هي ينزع أو يزيل. نحن قلنا بدرس سابق إنه accrocher اللي هي يعلق اللوحة accrocher le tableau. عكسه بيجي décrocher le tableau اللي هو يزيل أو ينزع يعني يقيمة من على الحيط يقيمة التعليقة من على الحيط. Retourner يقلب. Pouvoir l'étudier de plus près. استطيع دراستها عن كثب. Voyons voir. بمعنى دعونا نرى. Il semble que. يبدو أن. L'arrière. جزء الخلفي. Creux. بمعنى أجوف أو فارغ. يعني ما فيه شيء من جوا. Par erreur. عن طريق الخطأ. Un coin. زاوية. بعد ما خلصنا كل الفوكابولير اللي عناهم بهذا الدرس رح نبلش بالقصة. لو كادر اللي قلنا بمعنى الإطار أو إطار اللوحة. Voyons que l'inspecteur gentil s'impatiente, se fit interrompre les deux garçons qui discutent de leur famille afin qu'ils se concentrent à nouveau sur la tâche à venir. Voyons que l'inspecteur gentil s'impatiente. نظرا لأنه الانسبكتور جنتي المفتش جنتي اللي نعرفها هي كلير فيمينان. سان باسيانت بمعنى أصبح نفذ صبرها. سوفي انترو لي دو غارسون. سوفي قامت بإيقاف أو قاطعت لي دو غارسون. هون الغارسون مو بمعنى الأطفال، ممكن يكونوا شابين يعني الرجالين أو الرجلين. كي ديسكوت دو لور فامي اللي هن عم يتناقشوا عن عائلاتهم. afin qu'ils se concentrent à nouveau sur la tâche à venir. عشان يركزوا عن جديد على المهمة الجاية. سوفي لوكا tu pourrais m'aider à décrocher ce tableau et à le retourner pour que les inspecteurs puissent l'étudier de plus près. سوفي عم تقول له لوكا توجه الحديث للوكا. لوكا Tu pourrais m'aider à décrocher ce tableau? هل تستطيع مساعدتي بإنزال هاي اللوحة؟ Et à la retourner وقلبها يعني قلبها لورا pour que les inspecteurs puissent l'étudier de plus près. حتى يقدروا المحققين يدرسوها عن كثب يعني بشكل أقرب de plus près. Lucas, bien sûr, désolé. بالتأكيد أنا أعتذر. Claire, voyons voir. Il semble qu'il n'y ait rien derrière le tissu. Claire, voyons voir. دعونا نرى.
Il semble qu'il n'y ait rien derrière le tissu. يبدو أنه لا يوجد شيء خلف القماش. Jack, l'arrière du cadre est cru. Nous pouvons le tester, mais je ne vois aucun objet ou substance suspecte. Jack ambue l'arrière du cadre est cru. خلف الإطار فارغ أو ما فيه شيء أجوف. Nous pouvons le tester, نحن نستطيع فحصه, mais je ne vois aucun objet. أنا لا أرى أي شيء ou substance تجمعنا مادة suspect يعني بتصير شك أو بتصير ريبة. Claire, je commence à penser que ce tableau est ici par erreur. Claire, je commence à penser أنا بدأت أفكر أو que ce tableau, أن هذا التابلو هي اللوحة est ici par erreur هي هنا عن طريق الخطأ. Sophie, ce tableau n'est pas ici par erreur. Sophie عم بتقول أنه ce tableau هي اللوحة n'est pas ici par erreur ليست هنا عن طريق الخطأ. Claire, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu le sais? هون Claire عم بتقول qu'est-ce que tu veux dire? ماذا تريدين أن تقولي أو ماذا تعني؟ يعني بقصدك بحكي. Comment tu le sais? كيف تعرفين هذا؟ Sophie, c'est écrit là. Regarde. Dans ce coin, quelqu'un a écrit ce tableau n'est pas ici par erreur. Sophie, c'est écrit là. Had mektoub huna, là. Bimana huna. Regarde, انظر. Dans ce coin, في هذه الزاوية. Quelqu'un a écrit, احد او شخص ما كتب, ce tableau n'est pas ici par erreur. هذا هي اللوحة ليست هنا عن طريق الخطأ. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة وبتمنى تكون هاي السلسلة مفيدة لكم, وبتمنى تتركوا لي رأيكم بالتعليقات. الجمل والفوكابيولار اللي أخذناهم اليوم كلهم موجودين بجدول خاص فيه, رح أحطلكم رابطه بصندوق الوصف لحتى تقدروا تدرسون وتراجعون وتعملوا اختبارات فيهم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك, تشتركوا بالقناة, تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح أجاوبكم عليه. أتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.